تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. أولا أنا سعيد أن أنا يعني أطمئن على أن الغرفة جاهزة أنها تدير أي أزمة، وطبعا أكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر أن هو يدير الأزمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الأزمة، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات. هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة إدارة أزمات الدولة اللي موجود في القدر الاستراتيجي ده. بالتالي يبقى احنا النهاردة والاول مرة عندنا أتقن إدارة أزمة على مستوى كل محافظة. انت بتقول عليه حدث، وهو حدث او أزمة يعني. وبالتالي احنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي والربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. ما نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة، بتاع المرافق الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه تانية. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات. كل المحافظات يا فندم، مجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج في غرفه يعني. اداره ازمه متحركه تماما يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربيه دي بترافقه اثناء تفقده لازمه على الارض، ويستطيع من خلالها ان هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي احنا عملناه ده، وسعيد بان احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان احنا ننظم ادارة بهذا المستوى وبهذا التطور. وانا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني انا عايز اكلمكم في الادوات المتاحة لديكم فيما يخص الاغاثة، فيما يخص اعمال المحافظه اللي بتقوم بها الاعمال اليوميه. وانا بعلن ده عليكم ان انا ان شاء الله خلال شهر او شهرين، بديكم شهرين اهو فرصه، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسيه عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظه معدات مثلا 400 معده 500 معده انواع، بين عربية وبين عربية كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات أخرى. الحاجات ديت أنا بديكم شهرين عشان ما أظلمكمش. بعد شهرين أنا هطلع لجنة تتفقد ده بدقة، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن إن هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا، إحنا بنقول الكلام دوت، أنت عندك أدوات في المحافظة وعندك شركات في المحافظة، في كل محافظة حسب ظروفها هي قادرة انها تعمل التأمين الفني ده بالاضافة للعناصر الفنية اللي موجودة في كل محافظة. تاني، اذا كنتوا عايزين تديروا عملكم في على الميدان بكفاءة عالية، لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعة. عندي 100 معدة، يبقى ال 100 معدة صالحين. مش بس كده، انت عندك في قطاعك
محطات مية، وعندك في قطاع محطات ري، وعندك في قطاع، انا بكلم كل السادة المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهاردة عندك في المديرية، مديرية الري، مديرية الزراعة، ومديرية الاسكان موجودة عندك في المحافظة. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات دي ترمبطها اللي موجودة في المحطات فنية جاهزة وبأعلى كفاءة ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطة معالجة بتشتغل ب50 طرمبة رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الأقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل السادة المحافظين اللي بيسمعوني مرة تانية، انا سعيد جدا بالتجربة، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربية في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم من الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليه. مرة تانية أنا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. معادنا بعد شهرين، معادنا بعد شهرين، كل عناصرك الفنية وكل ما هو داخل نطاق محافظتك أنت مسؤول قدام مني وقدام الدولة عنه. شكرا جزيلا، سلام عليكم.